تعالوا بقى نشوف الويجت اللي بعد كده وهو البوتوم. هعمل بوتوم فهو مايل مثلا بي تي بيساوي سي تي كي دوت سي تي كي بوتوم بالشكل ده. الماستر هخليه هو الفريم برضو، وبعد كده هديله تكست النص يعني اللي هيبقى مكتوب جواه، وهقول له مثلا جو ده التكست النص اللي موجود جواه، وهعمل بي تي دوت باك واخلي الباد واي بتاعه ب 20 عشان بس يبقى على بعد 20 من الواي او حواليه يعني. فلو فتحنا هتلاقي فعلا اهو بيون ويندو فوق اهو والزرار جو اهو. اما اضغط عليها مش هيحصل حاجه لان انا ما اديتلوش كوماند، وزي ما انت شايف الديفولت اللون بتاعه بلو لان احنا مختارين ان الديفولت كولر هنا هو بلو. طيب عايز اديله كوماند، لما اضغط عليه يحصل حاجه معينه، فتعالى نديله كوماند بالشكل ده. لما اضغط عليه عايز الفانكشن اللي اسمها بي تي كوم تتنفذ. الفانكشن اللي اسمها بي تي كوم دي احنا هنعملها هنا كده مثلا، هنعمل ديف بي تي كوم، وبعد كده هنحط جواه ايه المفروض ان انا عايز اما اضغط عليها يطبع مثلا حاجه في الاول، وبعد كده هنشوف حاجه اعقد من كده. طيب هيطبع واحد، فلو فتحت وضغطت فعلا طبع واحد، فأي ضغط عليه بتخليه بالشكل ده يطبع واحد. طيب أنا عايز يحصل إيه بقى؟ أنا عايز أما أضغط عليه كلمة ويندو اللي مكتوبة في الليبل دي تتغير. فزي ما إحنا عارفين عشان أغير نص كان مكتوب أصلا في ليبل، فكنا بنعمل إيه؟ ففي التيك إنتر العادي كنا بنعمل كده ليبل دوت كونفيج، ونحط فيها الخاصية اللي إحنا عايزين نغيرها، تكست بيساوي مثلا بريزد بالشكل ده. بس انت لو جيت تشغل هيديك ايرور. الصح ايه بقى هنا؟ اني في الكاستوم تيك انتر بنكملها كونفيجر، فليبل دوت كونفيجر هيغير كده خاصيه التكست يخليها بريزد. فلو فتحت لو ضغطت على جو هتلاقي فعلا ويندو بقت ايه؟ بقت بريزد بالشكل ده، فخاصيه التكست فعلا اتغيرت. فزي ما انت شايف كده ده ازاي نعمل كوماند في البوتوم، وازاي نغير تكست كان مكتوب في الليبل اصلا. ماشي، خصائص ايه تانية موجودة في البوتوم؟ هتلاقي ان انت معاك حاجة هنا اسمها الكورنر راديوس، برضو البوتوم له كورنر راديوس، بحيث ان مثلا لو انا ممتهي 30 فهتلاقي الكورنر بتاع البوتوم بقى 30 بالشكل ده. طيب هتلاقي عندك خصائص تانية برضو، خلينا نشوف خصائص تانية زي مثلا البوردر كلر. يعني احنا ممكن ندي كلر للبوردر بتاع البوتوم صح؟ يعني مثلا لو انا ممتهيل له ريد ولو جيت فتحت كده هتلاقي البوردر هو فعلا لونه ريد بس مش باين. نتيجة ايه؟ نتيجة ان البوردر احنا مش حاطين له ويتس معين. فلو جيت هنا هتلاقي في عندنا حاجة اسمها البوردر ويتس. البوردر ويتس ده مثلا لو انا خليته 3 مثلا يعني، ولو جيت فتحت هتلاقي فعلا بقى عندك ويتس اهو للبوردر، وتقدر تديله الكلر اللي انت عايزه. في خصائص تانية طبعا موجودة في البوتوم، يعني مثلا تقدر تعمل ايه؟ تقدر تغير لون النص اللي فيه عن طريق تكست كلر، ولو البوتوم ده معمول له ديسيبل تقدر تتحكم في لون التكست برضه في حالة الديسيبل. فمثلا التكست كلر هنا انا هخليه ان هو ريد، وعايزين نشوف كمان خاصية اللي هي خاصية مثلا البي جي كلر. فلو انا خليت البي جي كلر ده جرين مثلا، فتعال نشوف ايه اللي هيحصل. لو فتحت كده هتلاقي ان انت معاك التكست كلر بقت ايه؟ بقت ريد فعلا، ولكن البي جي كلر اللي هو جرين ما ظهرش. امال ظهر فين؟ هتلاقي ان هو فعلا ظهر بس في الكورنرز اللي بره دي. فزي ما انت فاكر الحكايه دي كانت ظهرت معانا في الفريم صح؟ وعشان نظبط الحكايه دي بدل ما كنا بنستخدم بي جي كلر لا استخدمنا اف جي كلر. فاف جي كلر دي هي اللي هتغير لي اللون بتاع البوتون نفسه. فلو فتحت هتلاقي فعلا لون البوتون نفسه اتغير. فلو انت مش عاجبك لون البوتون اللي هو الديفولت نتيجه المود اللي انت حاطه هنا فيه، ممكن انت تتحكم في اللون بتاعه ده. طبعا الالوان دي الوان بدائيه زي ما انت شايف ريد وجرين وكده، لكن انت ممكن تحط هنا الهكسا كود بتاع الالوان اللي انت بتصممها من الفوتوشوب اللي انت اصلا جايبها من الفوتوشوب. في برضه خاصيه الفونت، بحيث ان انت لو عايز تتحكم في النص اللي مكتوب زي ما احنا قلنا مثلا هنخليه اريال، بعد كده خليه مثلا 15 ومش مهم بولد. فلو فتحت هتلاقيه زي ما انت شايف كبر بالشكل ده. طب لا انا عايز اخليه بولد خلاص، يبقى تعمل كده وتقوم قايل له بولد. طيب فلو برضو فتحت
هتلاقي فعلا ان هو بقى بولد، فتقدر تتحكم في الفونت زي ما قلنا قبل كده في الفيديوهات السابقة. في خاصية تانية برضو من خصائص البوتون اللي هي حاجة برضو تبع الكلر، اسمها الهوفر كلر بالشكل ده كده. الهوفر كلر ممكن تاخده ان هو عبارة عن ايه، تعالى كده نديله مثلا ان هو ريد ونشوف اللي هيحصل. لو عملت ريد وفتحت هتلاقي ان زي ما انت شايف لما بقرب من الزرار اللون اللي بيتحول له الزرار اما سهم الفرع يدخل له بالشكل ده هيبقى ريد. يعني انت تقدر تتحكم في اللون بتاع الخلفيه بتاع جوه عن طريق الاف جي كلر زي ما احنا قلنا، ولكن اللون بقى اللي انت لما تقرب الفاره من الزرار بحيث ان السهم يدخل الزرار بالشكل ده هتلاقي اللون اتحول للهوفر كلر اللي انت حاطه. ده كده بالنسبه للبوتون.